القدس الإله الواحد. المزمور 52 لإمام المغنيين على لا تهلك لداود مذهبة. أحقا بالحق الأخرس تتكلمون بالمستقيمات، تقضون يا بني آدم، بل بالقلب تعملون شرورا في الأرض. ظلم أيديكم تدنون، ذاب الأشرار من الرحم، ضلوا من البطن متكلمين كذبا. لهم حمى مثل حمى الحية، مثل الصل الأصم يسد أذنه، الذي لا يستمع إلى صوت الحواه، الراقين رقي حكيم. اللهم كسر أسنانهم في أفواههم، اهشم أضراس الأسبال يا رب، ليذوبوا كالماء ليذهبوا، إذا طوق فهامه فالتنوا، كما يذب الحلدون ماشيا، مثل سقط المرأة لا يعاينون الشمس. قبل أن تشعر قدوركم بالشوك، نيئا أو محروقا يحرقهم يجرفهم. يفرح الصديق إذ رأى النقمة، يغسل خطواته بدم الشرير، ويقول الإنسان أن للصديق ثمرا، أنه يوجد إله قاضي في الأرض. ملاحظ أن المزمورين لهم فكرة واحدة، ويمكن فكرة مستغربة جدا منا، أو إحنا بنستصعبها في العهد القديم في العهد الجديد، اللي هي فكرة الدعاء بالانتقام من الأعداء. بيقول لربنا اهلك، فرق، اثني، هشم، كسر. يمكن اسلوب احنا ما تعودناش عليه في العهد الجديد، اللي فيه ربنا بيقول حبوا اعدائكم، باركوا لاعنيكم. والحقيقة ان دي كان موقف صعب جدا بالنسبة لمزامير داود بالذات، انكم هتلاقوا فيها صرخات الانتقام واضحة، انه بيطلب من ربنا انه ينتقم له من اعدائه. لابد نراعي بعض النقط في خلال هذا الموضوع، ان داود ما كانش عنده من نعمة العهد الجديد نعمة الغفران ونعمة المحبة اللي هي عندنا، ان المسيح مات ونحن بعد خطاه لايه؟ لاجلنا. فما كانش عنده النعمة بتاعت العهد الجديد اللي تقدر تفتح قلبه بالحب. وان كان لاحظنا في حياة داود وفي سيرة داود ان داود لم ينتقم من اجل موضوع شخصي ليه، يعني ايضا داود تعامل بالايه؟ بالمحبة. شمع ابن جيرة اللي سبه في وقت من الاوقات، قالوا له نموتهولك، قال لهم لا، ومرضيش ينتقم منه. أبشالوم نفسه اللي عمل عليه ثورة وقام ضده، كان بيبكي جدا جدا داود عليه، ويقول لهم ترفقوا بالفتى أبشالوم. شاول اللي مرر حياته في بداية حياته، حتى لما وقع في ايديه مرتين داود ما مدش ايديه على مسيح الرب، لكن هو كان بيطلب بصرخة انتقام الاعداء من اجل نقطة معينة، من اجل ان العدل يسود، وان الصح هو اللي يغلب، والحق هو اللي ينتصر. عشان كده دوس له في نهاية كل مزمور يقول ليعلموا انه يوجد اله قاضي في الارض، يعلموا ان في اله وهذا عادل، وان البر لازم ينتصر، وان الحق لازم ينتصر. وبردك يقول في المزمور الثاني ليعلموا ان الله متسلط في يعقوب الى اقاصي الارض سلطانه. فهو لما كان بيطلب صرخات الانتقام من اجل ان الظلم لا يسود، وان الباطل لا ينتصر، لكن الحق والبر هو اللي ينتصر، وتبقى له مجازاة وتبقى له مكافأة. عشان كده كان بيصرخ صرخات الانتقام من الاعداء دي مرارا كثيرة، لدرجة ان في بعض اللي بيقسموا المزامير يقولوا ان في مزامير كده
يسموها مزامير اللعنة. لعنة مليانة لعنات كتيرة على أعدائه. في بعض المزامير تلاقوا نغمتها كده مليانة صرخات انتقام، طلب انتقام من هؤلاء الذين أذلوه وأتاهوه. لكن احنا في العهد الجديد اللي لينا مفهوم الحب، مفهوم المسامحة، مفهوم الغفران، بنقدر نصلي هذه المزامير ايضا من اجل ان عدل ربنا وبر ربنا هو اللي ينتصر وهو اللي ينتشر وهو اللي يغلب، عشان تبقى فيه مكافأة للابرار. لان لو ما فيش مجازاة ومكافأة للابرار وعقاب للاشرار يبقى ايه معنى الحياة كلها وايه معنى الكون؟ اذا كان الشر هو اللي بينتصر واللي عايز غلط هو اللي متمتع على طول والى الابد، يبقى نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. فعشان كده احنا بنطلب بهذه الروح من اجل ان الصح يمجد ويكرم وينتصر ويسود. وفي نفس الوقت احنا لينا الاعداء بتوعنا اللي معروفين، مصارعتنا ليست مع لحم ودم لكن مع اجناد الشر الروحية. اعدائنا هما الشيطان، الخطية، الموت، الذات، اللي بنطلب من ربنا انه يحررنا منهم وينصرنا عليهم. فمزمور 58 يقول لامام المغنيين، ينشد هذا المزمور قائد المنشدين على لا تهلك. ده النغمة او اللحن بتاع هذا المزمور لداود اللي كتب هذا الكلام. داود مذهبة، مذهبة يعني شعر غالي القيمة، او زي ما بيقولوا التعبير مكتوب بحروف من ذهب. فيه هو عالي في معناه وغالي في معناه، وزي ما الذهب بيبقى مخفي في باطن الارض ويحتاج اللي يكتشفه، ايضا المعنى هنا معنى سري مخفي. وزي ما الذهب مادة لا تتفاعل ولا لا تتغير ولا تصدأ ولا تتغير بمرور الزمن، هو عايز يقول ان الكلام بتاعي ده ايضا لا يتغير بمرور الزمن. فعشان كده يسمي هذه القصيدة او هذا الشعر مذهبة، نتيجة انها غالية في قيمتها وفي معناها والاسرار اللي فيها، وانها تبقى الى الدهر. احقا بالحق الاخرس تتكلمون بالمستقيمات وتقضون يا بني ادم. الحق الاخرس، ايه الحق الاخرس ده؟ اللي ملوش صوت، اللي ملوش تأثير. حق الناس كلها بتقول ان احنا بنتكلم بالحق. لما تيجي تتكلم مع واحد يقول لك انا بتكلم حق، اللي انا بقوله هو الصح هو الحقيقة. لكن تيجي تلاقيه بيعيش الكلام اللي بيقوله، ما يعيش هذا الكلام، بعيد عن كل اللي بيقوله، يبقى ده اسمه حق ايه؟ اخرس. احنا شاطرين جدا في الكلام، نتظاهر بان احنا بنتكلم الصح والحق باستمرار، لكن في واقع الامر يقول يا انتوا يا بني ادم عايشين بالمستقيمات فعلا؟ كل واحد بيتكلم بالحق. ده انا عايز اقول لكم حاجة، ده حتى الشيطان بيتكلم بالحق. لما راح لادم وحواء في الجنة اول عبارة قالها لهم ايه؟ احقا قال لكم الله، احقا قال لكم الله. ايضا الشيطان بيتكلم بالحق، لكن الحق بتاعه حق اخرس. خطورة الانسان اللي بيعيش ويتكلم عن الامور الروحية والحق لكن ما يعيشهاش. هو واحد بس اللي اتكلم بالحق، كان تبالي العبارة المشهورة بتاعت المسيح لما يبتدي كلامه يقول ايه؟ الحق الحق اقول لكم. ومش بس بيتكلم لكن عاش الحق. ولما دخل في الحوار مع بيلاطس بيقول له بيلاطس انت بتعمل ايه؟ فقال له بشهد للحق. فبيلاطس ضحك قال له الحق؟ حق ايه؟ مين اللي عايش الحق؟
مين اللي عايش الحق؟ رؤساء الكهنة اللي سلموك حسدا، ولا الدولة الرومانية اللي مستعمراكم؟ مين اللي عايش الحق؟ هو في حد عارف الحق؟ كان بيلاطس عارف ان الناس عايشة موضوع الحق الاخرى، الحق اللي ملوش صوت او اللي ملوش فعل او ملوش عمل في حياة الانسان. سهل جدا الناس كلها انها توعظ وتقول تأملات وتتكلم في الامور الروحية، حتى الشيطان بيتكلم في الامور الروحية. ده لما جه دخل في المسيح مع المسيح في نقاش يقول له مكتوب، يوسي ملائكته، بيتكلم بالحق اللي مكتوب فين؟ في العهد القديم. كل هذه الحجارة تصير خبز لانه مكتوب كده، بيتكلم بالحق. وياما ناس كتيرة جوه الكنيسة وجوه المجتمع بتتكلم بالحق، ولكن الحق ده مش عايشاه. فرق كبير بين المسيح اللي قال من منكم يبكتني على خطية. ما لقولوش ولا حاجة غلط، كلامه حق وتصرفاته حق. المهم ان مناسبة هذا المزمور اللي خلى داود يقول هذا الكلام، داود مر بتجربتين صعبين خالص جدا خلاه يعرف ويحس ان محدش بينفذ او بيعيش الحق. ممكن يتكلموا عن الحق لكن ما يعيشوهوش. التجربة الاولى مع شاول لما كان كل شوية يقع في ايد داود، وداود كان يقدر يموته وما يرضاش، فشاول يبكي ويقول له حقا انت ابر مني يا ابني داود، وبعدين يستنى يومين ويجري تاني وراه يطرده، عايز ايه؟ يجيبه ويموته. منين انت بتقول له انت ابر مني وانت احسن مني وانت ابني، وبعدين بعد شوية تطلع ايه؟ تجري وراي تدور عليا. ده الموقف الاولاني، شاول اللي كان بيتكلم بالحق لكن لا يحيا الحق. الموقف الثاني اللي احب ان احنا نقراه برضه كلنا مع بعض في سفر صموئيل الثاني اصحاح 15. صموئيل الثاني اصحاح 15 من عدد 1، موقف ابنه ابشالوم. العجيبة ان ابشالوم عمل فتنة على داود بواسطة الحق او بادعاء الحق. في صفحة 506 يقول: وكان بعد ذلك ان ابشالوم اتخذ مركبة وخيلا وخمسين رجلا يجرون قدامه، وكان ابشالوم يبكر ويقف بجانب طريق الباب، الباب اللي هو بتاع المدينة بتاع اورشليم، وكان عند الباب اللي عنده شكوى او قضية او اي حاجة يشتكي يقدمها للملك في هذا المكان. وكل صاحب دعوة اتي الى الملك لاجل الحكم كان ابشالوم يدعوه اليه، ويقول من اية مدينة انت؟ فيقول من احد اسباط اسرائيل عبدك. فيقول ابشالوم له: انظر امورك صالحة ومستقيمة. يا ده انت معاك ايه؟ حق اللي انت بتقوله، ولكن ليس من يسمع لك. انت معاك الحق لكن محدش هيسمع لك. هو الملك فضيلك؟ الملك مش فاضي لامورك دي. ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. شكله انه بيتكلم بالايه؟ بالحق، ويخلي الحق مع الانسان اللي جاي معاه دعوة. ثم يقول ابشالوم: من يجعلني قاضيا في الارض؟ فيأتي الي كل انسان له خصومة ودعوة فانصفه. يا سلام لو بقيت انا الايه؟ القاضي، انصفه يتكلم برضك بالايه؟ بالحق، لكن الحق الاخرس اللي قال عليه داود. وكما استقدم احد يسجد له يمد يده ويمسكه ويقبله. لا تسجد لي ازاي؟ لا تعالى ده انت اخويا، كانه بيظهر الحق. وكما ابشالوم يفعل من هذا الامر لجميع اسرائيل الذين كانوا ياتون لاجل الحكم الى الملك، فاسترق ابشالوم قلب رجال اسرائيل. ومن هنا بدت الفتنه ضد داود. ف
فرنم هذا المزمور وهو بيضحك على ذلك الحق الاخرس. اذا كان قالوا العبارة ايها القانون كان من جرائم ترتكب بايه باسمك، فايضا ايها الحق كم من جرائم ترتكب باسم الحق لانه حق اخرس. بل بالقلب تعمل نورا، تتكلموا باللسان عن الحق لكن من جوه قلبكم مليان شر وفعل شر. ظلم ايديكم تزنون. كان زمان القضاة ولحد دلوقتي في المحاكم تلاقوا في ميزان، الميزان ده رمز الايه العدل، ان القاضي بيوزن بالعدل. هو بيقول لهم ان انتوا بتقولوا انكم بتتكلموا بذلك الحق ولكن حق اخرس، لانكم بتعيشوا الشر من جوه قلوبكم، والواقع الامر انتوا مش بتوزنوا العدل، انتوا بتوزنوا الايه الظلم. ظلم ايديكم والظلم اللي انتوا بتعملوه مش الناس اللي بيعملوه، بدور القضاة والحكام. زاغ الاشرار من الرحم، ضلوا من البطن، حتى من اول ما تكونوا في رحم امهم، من قبل ما ينزلوا الى الحياة ويعرفوا الخير والشر وهم زيغين. طب ما هو في مرة تانية قال لاني بالخطايا ايه ولدتني ام. بس في فرق بين خطية داود وبين خطية هؤلاء الأشرار اللي ايه اللي زيغين من الرحم. داود بالرغم من خطيته الا انه قلبه باستمرار يتوب، في روح التوبة موجودة جواه، لكن الأشرار دول اللي بيعيشوا الشر ومصرين على الشرور بتاعتهم. ضلوا من البطن متكلمين كذبا، لهم حمى مش لحمى الحية. الكلام اللي بينطقوه زي السم بتاع الحية، كل ده بدعوة او تحت ستار الحق. مثل الصل الاصم يسد اذنه. الصل ده نوع من الحيات ايضا سامة جدا، وكانوا يجيبوا الراقي، الراقي ده زي الحاوي يقعد يدي نغمات بالموسيقى سواء بالمزمار او بالرق، ويخبط فيطلع التعبان من الجحر بتاعه. وبيقولوا يعني انه ممكن يبقى له سلطان انه يمنع التعبان من انه يطلع السم ده هو، او يطلعه في وقت معين هو يأمره بيه. ده السيد في هذا الوقت او فكر السيدة. لكن بيقول ده الصل سد ايه اذنيه، يعني حتى مش عايز يسمع الحاوي او الراقي لانه مصر ومصمم على انه ينفس السم. الذي لا يستمع الى صوت الحواء او الراقين رقي حكيم. حتى لو كان هذا الراقي راقي ايه ماهر وحكيم وشاطر، لكن الصل او الحية دي صممت انها تسد اذنيها سدا كاملا. طب ده هيحبهم، هيقول للربنا باركهم. كان لازم كملك مسؤول عن سيادة العدل والحق وسط شعبه انه يرفع لربنا تلك الصلاة وهذه الطلبات. وتلاحظوا اللعنات اللي قالها، صب عليه سبع لعنات، صب عليهم سبع لعنات. ورقم سبعة زي ما احنا عارفين رقم الكمال او كمال اللعنات. لكن برغم انه صب عليهم كل هذه اللعنات الكثيرة، الا ان اللعنات دي كلها لما تلاقوها في الاخر تلاقوها انها تختص بايقاف عملهم او بتفشيل العمل ايه بتاعهم وسلطانهم. لكن الموضوع مش عداوة شخصية بينه وبينهم، لكن كان موضوع ان اللي بيعملوه ده يا ربي ما يكملش ما يتمش ما يسدش. فاول لعنة بيقول اللهم كسر اسنانهم في افواههم، افشم ادراس الاشبال يا رب.
اذا كان السم في الحيه هو من وسط الانياب او السنان بتاعتها، فبيقول لربنا كسر هذه الاسنان وهشم هذه الاضرار. الاشبال اللي هي الاسود القويه الشابه العافيه تطحن بالاضرار بتاعتها. فعشان كده بيطلب من ربنا كسر الاسنان دي في افواههم، فيهم ما تخليلهمش قوه، ما تخليلهمش فعل، ما تخليلهمش مقدره. تاني لعنه او ثالث لعنه، اول لعنه كسر اسنانهم، تاني لعنه هشم اضراسهم، ثالث لعنه ليذوبوا كالماء. لو في ميه اتدلقت على الارض من الاناء بتاعها ما تقدرش تجمع المية دي مرة تانية، خلاص. دي ميزة السائل او خاصية السائل، ان لو انسكب لا يجمع مرة تانية. فهو بيقول لربنا ادلقهم وما يتجمعوش مرة تانية زي الايه المية، ليذوبوا كالماء، ليذهبوا عشان ينتهوا. اذا فوق سهامه فالتنب، اذا ضبط السهم بتاعه عايز ينشل السهم بتاعه ينكسر وما يوصلش للايه للهدف. كل اللعنات مصبوبة على ان الشر يقف وما يكونش ليه مفعول او سلطان. كما يذوب الحلزون ماشيا، والحلزون ده قوقع من القواقع بيسموه البزاقة، حاجة زي مادة رخوة كده بيمشي بانه يبز منه حتة، وبعدين زي مادة جيلاتينية ويبتدي يتسحب ناحية البزة اللي بزها دي، فيتنقل من مكان لمكان، فيتنقل ببطء. لكن كل ما يمشي كل ما يسيب اثر مكانه المادة اللاذجة او الجيلاتينية دي، لحد ما يجي فترة تخلص كل المادة اللي فيه فيموت، ما يعرفش ايه يتحرك. فهو بيقول له كما يذوب الحلزون، بيمشي في طريقة سبايرال او في طريقة حلزونية، يخلصوا بقى وما يكونش ليهم تأثير. مثل سقط المرأة لا يعاينه الشمس، السقط ده الجنين الغير مكتمل ما يعينش الشمس لان ما فيهوش حياة. قبل ان تشعر قدوركم بالشوك نيئا او محروقا يجرفهم. كان زمان يولعوا في النار بواسطة الاشواك، فالشوك ده يجيبوه سواء كان طري او ناشف ويولعوا فيه، فالشوك النار بتمسك فيه بسرعة لكن تطفي بسرعة ويدي طرقعة. فكأنه بيقول لربنا يعني دول اذا ولعوا يولعوا ويخلصوا بسرعة زي الشوك، حتى ما يلحقوش يطبخوا اللي هيطبخوا عليه او ينضجوا الطبيخ اللي عليهم، يعني عملهم ما ايه ما يتمش، يتلف ويفسد بسرعة. قبل ما تشعر القدور بالنار يكون الشوك تحت خلص وانطفى. يفرح الصديق اذا رأى النقمة. وهنا يبتدي يبص للانسان الصديق بعد ما صب السبع لعنات على هؤلاء اللي بيتكلموا بالحق الاخرس، يقول الصديق هيفرح لما يلاقي الحق الحقيقي ساد والصح هو اللي ساد وهو اللي انتصر. يغسل خطواته بدم الشرير، لما يشوف دم الشرير مسكوب ويرى انتقام الله من الشرير، الصديق يتعلم ان هو يحفظ خطواته ويحفظ ايه طريقه وينظف نفسه باستمرار عشان ما يبقالوش نفس المصير بتاع الاشرار. ويقول الانسان ان للصديق ثمرا، الصديق يبقى له ثمر، مكافأة، نتيجة. اذا كان الناس باستمرار شايفين ان اللي بيتكلموا بالحق الاخرس وبالحق الملتوي هم المتمتعين وهم الكسبانين وهم المنتصرين وهم اللي مبسوطين،
هنا بيقول لا يا رب خلي الصديق هو اللي يلاقي ايه؟ ثمر، يلاقي نتيجة. وهذا الثمر انه يوجد اله قاضي في الارض. ده هدف المزمور كله، او هدف صرخات الانتقام اللي صرخ بيها داود من الاشرار، ان الكل يعرف ان فيه ربنا، وهذا الاله عادل وصح، وهو الوحيد الذي يتكلم بالحق الحقيقي. صرخ داود بهذا الصراخ حتى لو كان ان اللي بيتكلم بالحق الاخرس ده ابنه، لكن صرخ لان محبة الله فوق محبة الارتباطات العائلية. وبالرغم انه كان بيحب ابنه جدا وكان يبكي لقائد جيشه ويقول له ترفق بالفتى ابشالوم، ترفق بالفتى ابشالوم، لدرجة انه حتى لما جاله خبر ان ابشالوم مات ابنه بكى ومنع الفرحة بالنصرة على الانتصار اللي هو انتصره وان المملكة رجعت له مرة ثانية. لكن الهدف اللي عايز بيسعى اليه انه يظهر الله ويتمجد الله، والناس كلها تعرف ان الصح صح وان الغلط غلط.